انتقل بعد ذلك يا إخوان أيضا من الدراسات التي تم بها جمهور علماء الحديث في دراسة السنة نتاج كل من الحاسب الآلي وشبكة المعلومات العالمية المختصة بالسنة. فيا إخوان يعتبر نتاج الحاسب الآلي أحد التطورات المهمة في خدمة السنة والسيرة النبوية، ولا سيما يا إخوان أن الحاسب الآلي والإنترنت الآن بيعتبر من أهم أدوات العصر لنشر العلم بين العامة والخاصة. نعم، الحاسب الآلي، الإنترنت، والشبكة العالمية يعتبر من أهم أدوات العصر لنشر العلم بين العامة والخاص. ولعل أهم ما يميز نتاج الحاسب الآلي يا إخوان المختص بدراسة السنة أن هذا النوع من التقنية الإلكترونية مطلب من مطالب العصر، لا يختلف اثنان على ذلك، أن التقنية الإلكترونية مطلب من مطالب العصر، وبيعتبر حتمية بتفرضها التقنيات العلمية الحديثة. أيضا يا إخوة ما يميز نتاج الحاسب الآلي إمكان التخزين للمعلومات بكميات هائلة بالرغم مع صغر المساحة المطلوبة لحفظها، ويا إخوة لا يحتاج إلى مكان كما نحتاج بالنسبة للكتاب الورقي. يمكن تخزين المعلومة على قرص حاسوبي مثلا صغير جدا في المساحة يمكن حمله، لكن نجد الكتاب الورقي يحتاج إلى مكان ومكتبات كبيرة جدا. أيضا إمكان نشر المادة العلمية تقنيا بشكل واسع وعالمي وسريع عن طريق شبكة المعلومات، وهذا أمر واضح لنا وظاهر. أيضا من ما يميز ذلك يا إخوان تيسير الحصول على نسخة من أي مادة علمية إلكترونية وطباعتها وتخزينها بعد ذلك. أما ما هناك سلبيات على برامج الحاسب الآلي في علوم السنة والسيرة، من هذه السلبيات يا أخو أذكر ذلك على عجال الوقت يداهمنا. نجد أن هناك يا إخوان شركات غير دقيقة، أقول غير دقيقة، شركات تجارية تعتبر تجارة غير دقيقة في إدخال المعلومات واختيار المراجع، وهذه الشركات ليس لها عناية بالضبط والتدقيق والتوثيق. فيا إخوان نقول ينبغي الحذر والتحذير منها، فعلى الباحث أن يكون على وعي، أقول على الباحث أن يكون على وعي بمصدر المعلومة الموثوق به. وإن كان يا إخوان أن بعض هذه المؤسسات التجارية جعل له قسما خاصا في هذه المؤسسة، قسم خاص بالتدقيق والتوثيق في أيامنا هذه. أيضا مما يؤخذ على هذه البرامج، برامج الحاسوب الآلي في علوم السنة، كثرة الأخطاء يا إخوة والتصحيفات في أكثر هذه البرامج. يعني يمكن من يقوم بتصفح هذه البرامج يجد هذا الأمر، يجد هناك أخطاء وتصحيفات في أكثر هذه البرامج، وهذا يؤدي إلى تغيير المعنى وربما يؤدي إلى تبديل المعنى عما هو عليه. أيضا هناك إبعاد طالب العلم عن التعامل مع الكتاب الأصلي. أنا والله يا إخوان أقول لا يمكن لأي طالب علم أن يستغني عن الكتاب الورقي أيضا، ولكن للأسف الشديد مع وجود هذه البرامج على الحاسوب أصبح طالب العلم عنده غفلة عن الكتاب الورقي، وأثر ذلك لدى طلاب العلم وخاصة في العلوم الشرعية. هذا بالنسبة لسلبيات برامج الحاسب الآلي. ننتقل بعد ذلك للسلبيات العامة للنشر الإلكتروني يا إخوة. هناك سلبيات كثيرة جدا للنشر الإلكتروني، زي ما ذكرت لكم التصحيفات في المكتبات الإلكترونية، وهذا موجود على نحو كثير جدا، وأيضا هناك في ضعف في الرقابة على المنشورات الإلكترونية، وهذا يترتب يا إخوان عليه من الأضرار بمصالح الأقلين كثيرة جدا، ضعف الرقابة على المنشورات الإلكترونية وما يترتب على ذلك من الأضرار بمصالح الآخرين. هناك أيضا يا إخوان ضرر صحي، والقراءة يا إخوان كما نعلم الدائمة من خلال الحاسوب بيؤدي إلى إجهاد العين وكذلك آلام الظهر. بالرغم من وجود يا إخوان هذه السلبيات إلا أنه لا يخفى علينا إنجازات الحاسب الآلي وشبكة المعلومات الدولية في خدمة السنة النبوية. ولعل الإخوان الذين يتصفحون مواقع الشبكة العالمية يجد هناك موقع ملتقى الحديث، موقع الدور السنية، وهذا من أفضل المواقع التي تخدم السنة النبوية، بيشرف عليه الدكتور السقاف حفظه الله ورعاه. كذلك أيضا موقع موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ومواقع كثيرة جدا كموقع إحسان رابطة الشبكة العالمية لدراسة الحديث وغيرها يا إخوان الكثير والكثير. ولعل من أهم إنجازات
نتاج الحاسب الآلي، موسوعات كثيرة جدا زي موسوعة الحديث النبوي للدكتور عبد الملك القاضي، وكذلك أيضا هناك برنامج للحديث الشريف أنتجته الشركة العالمية للإلكترونات، كما أن هناك أيضا برامج خاصة بسلسلة كنوز السنة، وأيضا هناك الموسوعة الذهبية للحديث النبوي الشريف وعلومه. وهذه الموسوعة يا إخوان تم إصدارها في إصدارين، الإصدار الأول كان بيحتوي يا إخوان على 128 عنوان، يعني بيحتوي تقريبا على 400 مجلد هذا الإصدار الأول، وهذه كلها كانت موجودة على قرص واحد. هذه الأحاديث مخرجة أيضا، تخرج فيها تقريبا ما يقارب من 200 ألف حديث. الإصدار الثاني لهذه الموسوعة، الموسوعة الذهبية للحديث النبوي، كان بيحتوي تقريبا على 576 مجلد، هذه أيضا موجودة على قرص واحد، ومنها أيضا موسوعة الأحاديث الصحيحة.